26 دقيقة رجعنا مع بعضنا في كابونيستا متواصلين حتى للثمانية. أول فقراتنا باش نحكيو على آخر تحذيرات مستقبل سليمان، تجديد عقود اللاعبين، وباش نسألوا على شوية ملاعبية صاير عليهم حديث. هذا الكل بطبيعة كله نسمعوه من عند الناطق الرسمي للفريق السيد محمد التويتي. ماتر مرحبا بك. مرحبا بك سمين، يعطيكم الصحة على الاستضافة، بون كوراج وإن شاء الله بالتوفيق. إن شاء الله بالتوفيق زادة للمستقبل هذه بسليمان اللي دخل في تربص تحذيري في حمام بورقيبة، أجرى خلاله مباراة ودية ضد نجم المتلاوي، قبلها كان زادة أجرى مباراة ضد الملعب التونسي تعادل 1-1، انهزم ضد نجم المتلاوي 2-1، والتحذيرات ما زالت على قدم وساق. خلينا نحكيه على الظروف والأجواء التحذيرات في حمام بورقيبة محمد. الحمد لله زعما الظروف كانت طيبة حسب البرنامج اللي سطرته الهيئة المديرة بالتنسيق مع الإطار الفني والطبي. قصدوا ربي الأولاد في تيلي 25 داو معناها التربص نتاعهم، معناها ستاج دو ريبريز معناها كوم الفو، الأمور ماشية لاباس، جاو باهي مستقرين الحمد لله. عملنا المقابلة الودية الأولى، مقابلة الودية الثانية بالطبيعة الهدف نتاعنا كان معناها باش يكونوا اللاعبين الكل عندهم تأهيل بدني وفني وذهني في نفس الوقت أعطينا الفرصة، معناها شفنا الملاعبية نتاعنا الكل، معناها شركنا بين 8 و10 ملاعبية اللي هم معناها ما همش في الكيب تيب معناها قبل ما ندخل في الكورونا. الحمد لله معناها الناس كل تحسهم ناس كل حاسة، ناس كل واقفة، ناس كل متحمل مسؤولية، وإحنا زي ما نخدموا على البيه اللي إحنا عملناه ونلوجوا معناها جديد ونلوجوا بنعطي فرصة لعبية أخرين، معناها مذابينا اللي شكتيف الكل يبرز واللي شكتيف الكل يفرض الوقت ان شاء الله. وهذا اللي نتمناه وهذا يوري الخدمه الكبيره اللي قاعد يخدم فيها مستقبل سليمان، وقلنا برشا مرات انه الخدمه تجيب من الخدمه اللي قاعده تتخدم. نعرفوا توا داخلين في اللي فانت كونترا نتاع الملاعبيه، وتحرك كبير من هيئه مستقبل سليمان لتجديد عقود اللاعبين. شفنا رشيد العرفاوي جدد عقده لسنه 2022، واليوم زاد شفنا عزيز الشتوي يمضي لسنه 2022. يظهر لي فما حركه في تجديد العقود محمد. ايه انا نحب بالنسبه لي التنين سواء معناها راديو ميد وانت في اتصال مباشر ديما معناها تكون مستودع بكوب وبقيه وسائل الاعلام، معناها شخصيا كنا متحفظين برشا يسالوا فينا ديما على اسامي جولات فان كونترا. توا لازم نجاوبكم علاش احنا ما كناش نقولوا كوما اللي جوار فان كونترا اللي يبدو رومور شكونهم، اما تعرف يمين على غالب احنا معناها ظرف الموضوع حاليا ناس ما معناها وقت اللي ثم ناس اخرى تسمع لي وراه فان كونترا نجم نشوفوا عليهم نجم نخلفوهم نجم يعملوا دي بيربرباسيون في ذهن الجمهور ولا كذا، معناها مجرد بيربرباسيون مش حتى يكون ثم عرض جدي. فليش في الشيء هذاك احنا حبيناش نصرحوا بصفه رسميه شكون هم الجمهور فان كونترا بور سيسي اون ستابيليزاسيون مونتال اتول مون. الحمد لله كيما نقول احنا كيما قلت لك انا قبل في تدخل سابق احنا عندنا اتو مع جوالات الظلم على مستوى الراحه في العمل على مستوى معناها البريستاسيون اللي هم خذوها في الجمعيه على مستوى وفاء مستقبل السنين بالالتزامات الماديه معاهم صارت معاهم مفاوضات. فاحنا مع رشيد العرفاوي الحمد لله اللي هو كان عنده عرض من الفريق اول رقم معناها تكتم غير واختار معناها مستقبل سليمان بنظرا للثقه المزدادة، وكيف كيف اليوم الحمد لله وفقنا باش نصحى مع رشيد العرفاوي يا عزيز الشتوي مع عزيز الشتوي اللي هو موسمين اليوم نصحى مع فريق الجمعيه الحمد لله بالتوفيق. هذا المهم اللي احنا كنا متحفظين عليهم وعنا نوت الجوار ما زلنا معناها في مخلينا له احنا الحريه لان احنا ما نبغوا على حتى لاعبي وكل لاعب هو حر. محمد مش نتف معاك في عزيز الشتيوي وسيم اللتايب وكيل اعمال اللاعبين تدوين عند 5 ساعات كاتب عزيز الشتيوي في دوري الامريكي وباتفاق مع سيد وليد الجلاد، شنو صحه الخبر؟ لا اساس له من الصحه، خبر عاري من الصحه. اليوم سيد وليد الجلاد اللي يحكي عليه اليوم صحه مع السيد وشفنا التصوير هاي ولا اوفيسيلمون
قلت لك ما نجمش يكون بري كونترا ولا حاجه معناها صححتوا له باش تضمنوا فلوس للجمعيه. كونترا تعرف الساحه في 6 شهور الاخر عايز يشتوا اليوم صاحب عني اللي يحب هذا الشيء وليدي الثاني بيستنيها عام ونص اخرين يصح معها في 6 شهور الاخرين. واضح. حسب رغبته مع اللعبه ما لا اساس له من الصحه. لا اساس له من الصحه. في دقيقتين شنو حكايه اتجاني انا سمعنا انه من بين ظفرين وصلتني اخبار محمد انت كالعاده ديما تاكد لي سمعت فما شويه تمرد من الملعب هذا ما يحبش يواصل. يجيني انا نشوف احنا قلنا زمان سنين تعرف تتصرف مالين وتعرف تتصرف مانيا قانونيين الحمد لله تعلموا نتعلموا من اغلاط ومن اغلاط غيرنا الحمد لله احنا لحد الساعه دي ربي يبقى صوت معنا شغلات ومش انا ما نغلطوش. اما تيجيني انا واضحه هو عنده كونترا نتاع يوسف معناها 30 جوان. كان الكونترا نتاع يوسف 30 جوان ثم بعد معناها تمرد وغياب على بعض حصص التمارين اللي احنا بينوه معناها باش يفسر لنا علاش غايب حصص التمارين. اختاروا هو يلوج على كونترا في اوروبا مخه في اوروبا ما يترنيش اوتوماتيكمون معناها في وقت لازم الهيئه المديره تاخذ فيه قرارات. شفنا القرار اللي باش معناها يهبط لصنف النخبه ما متحقش بصنف النخبه ماهوش موجود في ستاج ما حضرش وقت اللي هو ما التحقش بصنف النخبه هو مدعو للنخبه بالطبيعه ماهوش باش يكون مدعو ماهوش باش يشارك معناها في الترابس اللي هو معناها حسب الدوليبي سينيور قال له معناها راني هنا مانيش نمشي للتربص بالنسبه لي انا التربص فيفا 3 جميل وانا كونترا يوفا 30 جوان ويزيد هو في صنف النخبه ومعاقب وفي انتظار ما بستجيب معناها التجاني انا ان شاء الله ربي يبيه احنا اون افولو لاي باساج تاع اي جوار في مستقبل سليمان باش تم احالته على مجلس التاديب دونك تجيني انا ها؟ تجيني انا المحال على مجلس التاديب هو تغيب 21 و22 و23 جوان على حساب نتاع تدريب صنف الاكابر بناء عليه الحق ناحيه صنف النخبه بناء عليه ما كانش مدعو للستاج وما جاش معناها تراني لا مع السينيور ولا مع الكبار لا معناها مع صنف النخبه ودخلنا باش نتيجيني انا عندي مولد تدريب على الساعه 5 بمقر الجمعيه باش نحبوا اللعبه زي معناها شنو زيد هو حسب ما يقول كلام مازال هو نهارين في الكونترا والفرصه في وعمرنا سنين سامحني عملنا براسير مع اي جوار حتى بالتلميح تحب تفضل تعاود تحب تمشي على روحك تمشي خاطر احنا نمشي احنا في استراتيجيه الجوار خليها على راحته اولا ما تضغطش عليه وثانيا ما شغلتش في روحه خاطر كي تعاود له ايجا عاود صحح وايجا مرحبا بيا كي ولد في روحه وتولي طلباته الماليه وشتها واحنا نتيجه هذاك رانا باب هذاك مفكرين في مستقبل سليمان. واضح وهذا اللي خلى منكم مستقبل سليمان حق في نتائج ايجابيه. محمد مره اخرى مشكور على كل التفاصيل وحظ موفق لمستقبل سليمان في تحضيراته لعوده نشاط البطوله. محمد تويتي الناتقل الرسمي للمستقبل هذه بسليمان مشكور على كل هذه التفاصيل. دونك خذيتوا فكره تجديد عقد اللاعب رشيد العرفاوي لمده زوز مواسم 2022. عزيز الشتيوي ما يقال انه باش يمشي الدوري الامريكي عاري من الصحة واليوم جدد العقد نتاعو الى سنة 2022. تجاني انا سيتم احالته على مجلس التأديب بعد تغيبه 3 ايام عن التمارين. هذه اخبار مستقبل سليمان. بعد شوية حمايدة حديثنا على كرة القدم المصغرة عودة النشاط وبرشا خدمة قاعدة تخدم فيها الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة. بعد شوية ضيفنا الرئيس رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة سي اشرف بن صالحة شكون حاضر بحثنا لهنا في البلاتو في كابونيسا اللي مازالت متواصلة معكم حتى الثمانية.